بحذر تنزع الفرق الهندسية التابعة لجيش الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي، ففي كل مرة تسحب عناصر الميليشيا خطواتها من المناطق المحررة تترك خلفها حقولا من الألغام التي تتربص بخطوات المواطنين النازحين بسبب المواجهات والراغبين بالعودة بعد تحرير مناطقهم. قبل أيام حرر الجيش الوطني مديريتي بيحان وعسيلان في محافظة شبوة من عناصر الميليشيا بالكامل، لكنه لم يخلص المنطقة من آثارهم، فآلاف الألغام التي زرعتها الميليشيا الإنقلابية قبل انسحابها ما زالت مخفية في الطرقات، وما زال أبناء المنطقة الذين تعرضوا للتهجير لا يستطيعون العودة إلى منازلهم بسبب ذلك. بعد تحرير مديرية عسيلان بأيام قليلة أصيب 7 مواطنين بانفجار لغم أرضي، ما دفع الجيش الوطني لتحذير الأسر النازحة من المديريتين من العودة إلى منازلهم قبل إعلان نزع كافة الألغام بشكل كامل. ويبدو أن هذه العملية قد تأخذ وقتا طويلا بسبب عدم توفر خرائط مسح الألغام اللازمة لمعرفة أماكنها، بالإضافة إلى اتساع المساحات الملغومة، وفي ظل عدم توفر كاسحات الألغام التي ستعجل من نزعها، ما يضطر النازحين إلى مواجهة مزيدا من المعاناة بعيدا عن مساكنهم.